حكايات النهارده مطبخ متميز جدا، مطبخ سوري. معانا عبد الحميد مكتبي من سوريا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اسمح لنا نرحب برانيا معانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك شيف؟ شيف. شيف. اوكي. يعني مش بتحب الطبخ انما شيف محترف يعني. اول مره نسمع عن فتة سمك. انت زيي برضه اول مره اسمعها؟ لا انا عمري ما اكلت فتة سمك. هي فتة خليط بين الغربي والشرقي. طب قول لنا بقى مقاديرها ونبتدي بفتة السمك وبعدين نعمل كنافه النابلسيه. ان شاء الله. عندنا نص كيلو سمك فيليه ونص كيلو رز بسمتي. عندنا كمان هنا كوب من الشعريه. بس قولنا المقادير عشان الناس. أيوة. على الشاشه. ايوه كلها معانا هنا. ايوه 3 معالق زيت. معانا فلفل اخضر شرائح وفلفل احمر شرائح. تمام. جزر شرائح. بصل شرائح. نص كوب بازيلا. شرائح ثوم هنا 2 فص مفرومين مع 3 مشروم شرائح. بعدين نجيب كمان قطعه بروكلي مع الملح والفلفل ومعلقه مرق دجاج ماجي و3 كوب ميه. تمام. بازيلا دي اللي هي البسلة. بازيلا اللي هي. أيوة. بازيلا اللي هي. أيوة. باللغة العربية. طيب نبتدي بإزاي بقى؟ هنبتدي أول حاجة نعلق على الرز. تمام. بنحط الزيت. حط الزيت. ده علشان إيه بقى؟ هتبتدي بالسمك؟ عشان أبتدي بالشعرية. الشعرية أول حاجة. أوكي. أيوة. الشعرية يعني تعتبر شكلها كتير قوي. نص الرز. أيوة. بحب بقى الشعرية جدا في الأكل. والله ما ببلش عليك الاكل يا رانيا، يعني محافظه ما شاء الله. لسه برضو مس ايجيبت يعني. ميرسي. بنحمص الشعريه كويس. تمام. لكن الفته، فته السمك دي يا سوري في الاصل ولا انت واخدها؟ هي انا واخدها خلطها بين الشرقي. ايوه بين الشرقي والتلف الغربي كده. تمام. ممكن نشيل اللي هي الشعريه. ايوه بس في ميه. بس الطاسه كانت سخنه قوي ولما حطينا الزيت فالشعريه ايه اتحرقت. بس تمام. هنجيب ميه دلوقتي. حطيت بعد الشعريه الجمبري. ايوه حطيت السمك مقطع شرائح. ده سمك. ايوه سمك الفيليه. ايوه ده موضوع مجوز جمبري خالص. سمك. لا سمك. نجيب الميه. هي مفيده جدا طبعا. في بصي بروكلي وسمك وخضروات يعني. خضار كتير. ونحط الميه على كميه الرز الموجود عندنا. الرز البسمتي بياخد 2 ميه مش كده؟ 1.5 ميه. 1.5 كل مقدار. كل واحد مقدار ونص حسب. بنحط ملح. تمام. وده ايه؟ نحط شويه ملح ماجي. ايوه دي مرقه يعني الدجاج. احنا عاملين بمرقه خلاص. اوكي نقول بس. بنسيبها شويه عشان تغلي الميه ونضيف الرز المغسول هنا عندنا. طب نغطيها عشان تغلي يعني. واحنا بنشتغل في حاجه تانية مش كده؟ هنعمل خضروات بقى ولا ايه؟ ايوه بنحط شويه زيت هنا. تمام. زيت زيتون ولا زيت عباد زيت ولا زيت دوره ولا بتفضل ايه؟ لا زيت عادي. زيت معلش عادي. عشان تكون خفيفه ومش ما تحرقش. بنحط البصل على الزيت. شوح البصل في الزيت بالظبط مع صوص الثوم الموجود عندنا هنا. انا معاك لو عايز اي حاجه انا اجيبها لك يعني. ماشي. انا هنا عشان اساعدك يعني. شكرا. هي يا دوب تتشوح كده عشان هي عايزينها سوتيه. ايوه تتشوح يعني. تتشوح. تتشوح. اوكي. واول حاجه الجزر. الجزر عشان بياخد وقت. ايوه هي سوتيه عباره عن سوتيه بس. حل. ممكن. أيوة. خضروات في وقت واحد كلها. والسوتيه افتكر ما بياخدش وقت كتير يا منى صح؟ بالظبط. هي اكله خفيفه وحلوه. وخصوصا البسله دي فروزن كمان برضه ممكن ما تاخدش وقت. بالظبط. بعد ما بيقعدوا على النار قد ايه بقى السوتيه ده يقعد يفيد؟ يعني شالت بس 3-4 دقايق بس. 3-4 دقايق. اكتر. أيوة. من كده ما بيبقاش حلو السوتيه. ايوه لا عشان اذا كان يقرط كده ويطلع حلو. بالظبط. يقرط. الخضار السوتيه لما بيقعد كتير على النار او الخضار عامه هل بيفقد قيمته الغذائيه فعلا؟ ايوه عندنا دلوقتي الخضار ده متشوح اهو. ايوه ده متشوح دلوقتي. تمام. هنحط الرز المية غلت ولا لسه؟ ايوه عندنا هنا السمك. نحن عندنا شرائح سمك هنا. احنا عملناها مسبقا حطيناها ملح وفلفل. أيوة. وشويه دقيق وشويناها على المقلايه. هنا اوكي ماشي.
بنحط الرز زي الفيليه العادي صح؟ اه بس ملح وفلفل ودقيق بس عشان هو حاطط أيوة. ثوم مفيش بقى ثوم وكزبره والحاجات بتاعت السمك دي بالظبط ملح وفلفل ودقيق بالظبط تليكي في السمك يا رانيا ده بموت في السمك تاكليه ولا بتعرفي تطبخيه؟ لا بلاش اطبخه دي بلاش حكايه بلاش فضايح عندنا هنا الميه كانت شويه قليله بنزيد شويه ميه هنا اللي كنا مشوحين قطع السمك الصغيره بالظبط هي مش هتستوي جدا السمك بالتقلايه هتستوي بالطبخ تمام نغطيها كده ونستنى ايوه عندنا هنا رز انا عامله مسبقا كمان بس نفرجيكم ازاي هنقلب السمك ده بقى البسماتي بالشعريه ده البسماتي اللي اللي طبخناه دلوقتي نجيب بوله تمام بنحط السمك فيها السمك اللي حاطينه هي اكله خفيفه وحلوه وسريعه فلفل ومشوح ودقيق ومشوحينه بالظبط انتوا الفتات عندكم يعني الفتات السوري بصراحه لا والمناسف 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 والحمص كل حاجه الزيت السوري حطينا البروكلي اول حاجه عشان يطلع منظره حلو الحمص والسلطات حطينا الخضار كده على ما تاخدي اورديف وتشبعي يعني من الاكل بالظبط حطيت شرايح السمك وفوقيها السوتيه ايوه وفوقيها طبقه من الرز ونطب هنا الرز عليه طب الرز ده مش محتاج اي صوص كده يا شيف يعني كمان ما بيمسكش يعني انا لو انت هتقلبه الصوص البسمتي ما بيمسكش يعني الرز معلش تمام ما بتحطش عليه اي صوص لا اي صوص خالص هو كده بس احتاج لي جنبه سلطه احتاج لي جنبه اي حاجه بقى انت طب فكره جديده فتة سمك دي مختلفه هو يتقلب عادي ويتقلب عادي على صحن على صحن طب البسمتي بيفك لما نيجي نقلبه ونقدمه لا هو مش هيفك لما بيكون سخن احنا بنقلبه كده ونعيفه شويه بعدين بنشيل عنه الغطاء بيطلع زي ده بعد ما يبرد شويه الله وقلبتها بقى ايوه قلبتها وخالصة كده وجرنشته بالسوتيه وشويه شويه خضار سوتيه هنا طيب ده معانا الطبق اللي خلص أيوة. هنا هتقول لنا بقى مقادير الكنافه نشتغل في كنافه النابلسيه يلا مقاديرها لذيذه وسهله ومغذيه جدا بعد ما بتخلص شكلها جميل وفيها كل فعلا خضروات أيوة. عندنا هنا صينيه مش هندهنها اي حاجه بنجيب الكنافه طب ما نشتغل هناك بقى عشان الدنيا هنا ايه وانا كده باظت هناك يلا قرانا المقادير بس الاول الاستاذ عبد الحميد المقادير بعد اذنك مقادير من الورقه مقادير الكنافه تمام عندنا نص كيلو كنافه وعندنا هنا ربع كيلو جبنه شلل او مجدوله خلاص هي معانا تمام وعندنا كوب سمنه هتكون شويه سايحه وعندنا كوب عسل تمام معلش ايه المجدوله دي هي عباره عن جبنه من النوع السوري دي جبنه سوري اسمها مجدوله جبنه سوري هي مشلشله كده وحلوه يعني ايوه تمام كلامهم جميل بنمد الكنافه على الصينية طيب احنا معاك بقى عشان نشوفها كده بالكاميرا نشيل بقى الزيت انت عايزه في حاجة الزيت لا خلاص بنفرفد العجينة الكنافة كويس عشان تطلع منظرها حلو على التقليم بالإيد بقى ولا بالإيد بتجيب مقص وتقطعها لا بالإيد بنعملها كده أيوة. طيب. زي الشعر أي نوع كنافة أي نوع كنافة أي نوع. حتى لو كانت مفروكة أو ناعمة انت تفركها نفركها أيوة. تمام بنحط تقريبا طبقة 1 سنتي عشان ايه عشان الجبنه ما تسحش على التحت وتلزق بالهي لازم تقفل كويس وانت بتعمل أيوة. الفرشه الاول الفينيشنج مهم قوي بقى بالظبط يا سلام على الكنافه شوف يعملوا بقى كنافه بقى على الفحم دي كنافه مش عارف عندنا هنا الجبنه الشلال تيجي شويه حادقه من حل الجبنه الشلال المشلشله دي تيجي شويه حادقه هنحليها شويه بالميه عشان تروح الملح منها ما تبقاش حادقه قوي بالظبط عشان ما يضربش العسل معاها هي دي نفس الجبنه اللي بتستخدم في التشيز كيك وكده لا تشيز كيك يعني مثلا لو جبت جبنه راكوتا مثلا ممكن اعمل بيها لا بتحسني بالحلوم او الحلوم او بالعكاوي ايوه بتحسني فيه بنصفي دي بالميه دي موجودة عندنا في مصر والجبنة دي ولا لازم من سوريا؟ لا موجودة 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 ما عارفين قالوا موجودة جميل موجودة فين بقى؟ يعني هي موجودة أو بدلها يبقى جبنة حلوم أيوه. ممكن شرايح حلوم برضو ولا إيه؟ ما الحلوم ساعات بتبقى حادقة برضو كمان نحليها الحلوم برضو نحطها في المية شوية أيوه بتحليها في المية بتشبه الموتزاريلا شايفة؟ نصفيها كويس من المية
نبلش من مد كده. بيقولوا الكنافه النابلسي دي بتتاكلش نابلسيه. احنا كمصريين بنقول عليها نابلسي. ما بتتاكلش غير سخنه. الاحلى تتاكل سخنه. احلى اطيب. صح. بالعسل كده بالظبط. بصي كلامهم اطيب. طبعا اطيب احلى. بس بنحاول انه نبعد شوي الجبنه عن الحرف الصينيه عشان ما يلزق فيها. يعني لما نعمل حشوه في الكنافه ما نجيش ناحيه الحرف عشان ما تلزقش معانا. تلزق وتتحرق بالظبط النار وكده. لسه تدخل نار. انت مجرد ما حطيتش دسم خالص، ما حطيتش غير شويه زبده تحت. لسه دلوقتي بس هنا. هي الزبده بتجمد هنا من الحراره من البروده هنا. ايوه تكييف. انا مع اني سيلتها. تمام. محتاج تحط زبده قبل ما تقفل. ايوه بس اقلبها بمعلقه اشوف اذا فكت معايا. بس هي اتجمدت بس شويه. اتجمدت طبعا. يفضل زبده. ما تحبش في السقعه دي. ما تحبش سمنه. ما تحبش زيت. أيوة. نسقيها كده. شايفه اهي نزلت اهي. ايوه تمام. دي زبده بالظبط. يستحسن زبده مش زيت طبعا. لا دي سمنه. دي سمنه. سمنه حيواني. يعني انت بتحب السمنه في الحلويات؟ لو احنا بنتكلم عن الحلويات، اساس الحلويات العربي السمنه. ايوه السمنه هي التخم. حلويات يعني سمنه. ايوه كل ما سقيتيها تكون احسن. بتاكلي حلو يا رانيا؟ كتير قوي. ما شاء الله عليها. ما شاء الله. تمام. نرجع نحط طبقه كنافه. قول لنا اسم الجبنه تاني اسمها ايه؟ جبنه شلل. شلل. ايوه عارفين الشلل؟ افتكريها بالشلال. شلل. شايفه مدام منى ازاي بنقفلها دلوقتي؟ الرز خلاص اللي على النار ده نشيله. ايوه شيليه. يعني بتاعه شكله استوى. ايوه نعيف. هذا هو هيستوي هنا كمان لوحده. جميل. بنحاول نقفلها كويس من هون. او من هنا. من هون خلاص. من هون. أيوة. اتعلمت الكلام. أيوة. المصري سهل. السوري. السوري قريبين من يعني. مش بعيد. نكبسها بس الحراف ونحطها على النار. على النار. على النار مش الفرن. لا مش بالفرن. على نار. لازم يكون تحتها نار مباشره عشان تتحمص من تحت. طب والنار عاليه كده عليها يعني تتحرق بسهوله. خلي بالك لازم نوطي النار. هنا النار عاليه جدا. طب واللي فوق يا شيف؟ ايوه شيف. هتتحمر ازاي اللي فوق؟ هنقلبها. هيقلبها. يعني عارفه ستات البيوت زمان يعملوا على النار. هيقلبوها. النار كويسه. قلت اكيد هيدخلها الفرن بقى. تمام. هنشوفها وبتتقلب ولا لسه بتاخد وقت؟ هلا لبين ما تستوي دي. نحن بنعمل ايه؟ لما بتستوي بنرفعها شويه بنشوف اذا الطبقه اللي تحتها احمرت ولا لا. لما بتحمر الطبقه بنجيب صينيه ثانيه زي دي. نقلبها عليها. ايوه بنحطها عليها ونقلبها. بس ندير بالنا شوي من السمنه عشان وبعد كده تاخد سوا من الناحيه الثانيه على النار. يعني شويه بس. مش فرن في الموضوع. لا ابدا. بس كده خلاص على النار. هي سهله عشان ستات البيوت يعملوها بالبيت. ليه ما بتحبش الفرن؟ ليه شكل الاخير بتاع يعني؟ لا دي ما اي ثواني زي كنافه بسبوسه الحاجات دي مش هتستحمل. طب انت حطيت بعد ما عملنا الوش الثاني حطيت الشربات يعني السيرب اللي انت عامله ده الشربات اللي كل ست بتعرف تعمله. ايوه حطيت الشربات عليها ولا بتحطه لوحده بقى؟ طيب هتورينا بقى بتحط الشربات. لما بتطلع من الصينيه تكون سخنه. نشيل القطر ده. ونسقيها. بتعمل الشربات ازاي؟ بنحط كوبايه مي، كوبايتين سكر وكوبايه ميه. بنحطهم على النار لبين ما يغلوا يتعقدوا. بس بلشت تحط ماء زهره او اي حاجه على الشربات؟ لا ابدا ابدا. عشان انا بحب ماء الزهره عشان ما تختلفش الطعمه. ورشه ليمون عليها بتمسك شويه. تمسك. بنحط شعره ليمون. طبعا استاذ عبد الحميد مكتبي من سوريا شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله صحه وهنا. وتسلم ايدك على الاكل المتميز الجميل. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضرتك. المطبخ السوري مطبخ جميل يعني. شكرا رانيا سيدي نورتينا وشرفتينا. بشكرك. انا اللي بشكرك. وميرسي جدا جدا على الحلقه جميلة دي. وبشكركم جدا جدا. ويا رب نكون اسعدنا كل مشاهدي سي بي سي ان شاء الله. شرفتي رانيا. واشوفكم بكره على خير وحلقه جديده. والستات ابدا ابدا من غير حلفان بس.